أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم ومرحبا معنا في درس جديد بعنوان تصنيف المخلوقات الحية، ما الحيوانات؟ وسيقدمه محدثكم الأستاذ أحمد عسيري. سنتعلم بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم: 1. تبين خصائص الحيوانات. 2. توضح مفهوم الحيوانات اللافقارية. 3. تصف الحيوانات الفقارية. ماذا تعرف عن الحيوانات؟ حينما نقول حيوانات، فماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أكيد أنه سيتبادر إلى ذهنك مجموعة من الحيوانات، منها مثلا الجمل، الأسد، أيضا ممكن يتبادر إلى ذهنك أي طائر، أيضا الثعبان، أيضا السمك قد يتبادر إلى ذهنك، أيضا ممكن البقر. تتوقع أن هذه فقط هي الحيوانات؟ طيب ماذا سنقول عن الفراش؟ هل هي حيوانات؟ أيضا ماذا سنقول عن الدود؟ هل الدود حيوان؟ أيضا الصرصار هل هو حيوان؟ طيب الإسفنج، هل تتوقع أن الإسفنج حيوان؟ أيضا قنديل البحر هل هو حيوان؟ هذا بإذن الله ما سنتطرق له في درسنا لهذا اليوم. لكي نعرف الحيوانات ما هي، سنتعرف على خصائص الحيوانات. لدينا 4 خصائص، سنبدأ بالخاصية الأولى. جميعها حيوانات عديدة الخلايا، جسمها يتكون من أكثر من خلية، من ملايين الملايين من الخلايا. تركيب الخلية يخلو من الجدار الخلوي، الخلية فيها غشاء خلوي وليس فيها جدار خلوي. 3. تتغذى على غيرها، لا تصنع غذائها بنفسها. لا يوجد حيوان يستطيع أن يصنع غذائه بنفسه، جميع الحيوانات تتغذى على غيرها من المخلوقات، معظمها وليس جميعها، معظمها يمكنه الانتقال من مكان إلى آخر. إذن هذه 4 صفات هي التي نستطيع فيها تمييز الحيوانات عن غيرها. سؤال: الذي يميز الحيوانات عن النباتات أن الحيوانات تصنع غذائها بنفسها، هل الحيوانات تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها؟ جملة خاطئة جدا، الحيوانات لا تصنع غذائها بنفسها بل تتغذى على غيرها. المملكة الحيوانية هي إحدى الممالك التي تصنف فيها الكائنات الحية، وتضم مجموعتين: اللافقاريات وهي حيوانات ليس لها عمود فقري، والفقاريات حيوانات لها عمود فقري. احنا قلنا هنا عمود فقري، كل الكلام يتكلم عن عمود الفقري، شيء ليس له عمود فقري ما هو الفقاريات، وآخر له عمود فقري اللي هي الفقاريات. يتبادر إلى ذهننا العمود الفقري الذي موجود في الظهر، وهذا هو بالفعل ما نقصده في درسنا لهذا اليوم. فالعمود الفقري هو الموجود في ظهر المخلوق الحي الذي يحتوي على العمود الفقري. سنبدأ بالحيوانات اللافقارية التي لا تحتوي على عمود فقري. تضم عدة شعب، منها على سبيل المثال المفصليات مثل العناكب والحشرات، شوكيات الجلد مثل نجم البحر، هذا النجم الذي يوجد في البحر، الرخويات مثل الحلزون وقنديل البحر. لاحظ
جميع الأمثلة هذه اللي من لا فقريات لا يوجد فيها عمود فقري ولا يوجد فيها هيكل داخلي، ليس لها هيكل داخل جسمها، ليس لها هيكل داخلي، لا الحشرات ولا العناكب لها هيكل داخلي، أيضا نجم البحر ليس له هيكل داخلي، أيضا الحلزون وقنديل البحر ليس لها هيكل داخلي. أما الحيوانات الفقرية فهي تنقسم إلى 7 شعب: الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية، و3 الأسماك اللافكية، 4 البرمائيات، 5 الزواحف، 6 الطيور، و7 الثدييات. وقد تكون الثدييات أشهر الفقاريات لدينا، فمنها الإنسان ومنها معظم الحيوانات التي نشاهدها بشكل يومي مثل القطط، الكلاب، البقر، الأغنام، الإبل، هذه كلها من الثدييات. الفقاريات تشترك في أن لها جهاز عصبي ودماغ، لها جهاز عصبي ودماغ، أيضا لها عمود فقري، لها عمود فقري الذي يمتد على طول الظهر، الذي يمتد على طول الجهة الظهرية. هذا الحيوان الواضح أمامنا اللي هو البقرة ينتمي إلى أي مجموعة؟ إلى أي مجموعة ينتمي هذا الحيوان اللي هو البقرة؟ هل هو اللافقاريات؟ أم 2 الفقاريات؟ أم أنه ينتمي إلى المفصليات؟ واضح أن البقرة كما تعلمنا هي من الفقاريات. سؤال أيضا: مخلوق حي على هيئة حيوان ولكنه لا يتحرك، كيف أقرر ما إذا كان حيوان أم لا؟ إذا عندي مخلوق حي شكله أو هيئته هيئة حيوان ولكنه لا يتحرك، كيف أقرر ما إذا كان هذا المخلوق حيوان أم لا؟ إذن دعونا نستعرض بعض الأشياء التي ممكن تجعلني أقرر ما إذا كان هذا حيوان أم لا، عن طريق معرفة شكل الخلايا. إذا كانت الخلية لا تحتوي على جدار خلوي فإنه حيوان ليس نبات، لأن الحيوانات خلاياها لا تحتوي على جدار خلوي. هذه إحدى الطرق التي ممكن أعرف عن طريقها ما إذا كان حيوان أم نبات. أيضا إذا كان غير ذاتي التغذية فهو حيوان، يعني إذا كان يتغذى على غيره من المخلوقات الحية فهو حيوان وليس نبات، لأن النبات ذاتي التغذية. إذن هذه ممكن بعض الأفكار التي من خلالها أستطيع أن أقرر ما إذا كان حيوان أم لا. وصلنا إلى التقويم الختامي. لدينا 3 مصطلحات في اليمين و4 جمل في اليسار. المصطلح الأول: الحيوانات الذي يناسبها، هل هو حيوانات ليس لها عمود فقري أم حيوانات لها جهاز عصبي ودماغ أم تركيبها يخلو من الجدار الخلوي أم أنها الجملة الأخيرة تصنع غذاؤها بنفسها؟ إذن الحيوانات، ما الذي يناسبها من هذه الجمل؟ إذا كنت قد اخترت الجملة الثالثة فأنت قد أصبت الإجابة الصحيحة، أن الحيوانات تركيبها يخلو من الجدار الخلوي. 2 اللافقاريات، هل هي حيوانات ليس لها عمود فقري أم حيوانات لها جهاز عصبي ودماغ أم أن اللافقاريات تصنع غذاؤها بنفسها؟ اللافقاريات هي حيوانات ليس لها عمود فقري، احنا قلنا لا فقاريات، إذن ليس لها عمود فقري. 3 الفقاريات،
هل هي حيوانات لها جهاز عصبي ودماغ؟ أم أنها تصنع غذاؤها بنفسها؟ فقاريات زي ما قلنا هي من الحيوانات، لذلك هي حيوانات لها جهاز عصبي ودماغ. اليوم أخذنا في درسنا تحت تصنيف المخلوقات الحية ما الحيوانات، أخذنا خصائص الحيوانات الأربعة، قلنا جسمها يتكون من عديد من الخلايا، قلنا الخلايا أيضا لا يوجد فيها جدار خلوي، وثلاثة لا تستطيع صنع غذائها بنفسها، أربعة معظمها تستطيع الحركة والتنقل. أخذنا اللفة فقاريات وقلنا هي ليس لها عمود فقري، هي حيوانات ليس لها عمود فقري، وأخذنا بعض الشعب أمثلة على بعض الشعب، شوكيات الجلد والمفصليات والرخويات. وأخذنا الفقاريات وقلنا الفقاريات لها عمود فقري، وأخذنا شعب الفقاريات السبعة اللي هي الأسماك الغضروفية، الأسماك العظمية، وأسماك لا فكية، وبرمائيات، وزواحف، وطيور، وثدييات. كذا نكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، آمل أن نكون قد استمتعنا واستفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.